سلام بنات ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي يكون إجابة على الأسئلة ديالكم، أسئلة بخصوص الدار والبني. حاولت نجمع الأسئلة ديالكم ديال لي زابوني. اش كابي داك بات سيس اتشن خلاص ضاع. بالنسبة ل تمام، بالنسبة للابوني الاولى غنخليكم الاسئلة ديالكم. سولتني قالت لي فرح، سولتني على الحمام شحال فيه من متر، وقالت لي خدمتيه رائع، خدمته يعني رائع. بالنسبة للحمام جاب بانيو شحال كريم ابيت، هذا هو لو بلان. بالنسبة للسؤال غنخلي لكم هنايا السؤال يدوز جميع الأسئلة. هذا هو لو بلان. دايرة هبسي أبد جوستريورم، دايرة هبسي كاش متر. بالنسبة للدار كاملة فيها 190 متر. باوكون مطفى كراس يتاكو داس تمام. هنايا مكتوب كلشي، يعني بالنسبة للبالكون 22 متر، بالنسبة للبالكون هذا ديال الكوزينة يعني اللي جمع الكوزينة في 22 متر، يعني بالكون كوزينة مطفاة ضربي، يعني الكوزينة فيها غير 11 متر والبالكون اللي جمعها جا كبير لأنه جا بيت يعني. بالنسبة للبيوت ديال الأطفال فيهم 10 متر الواحد، يعني 9.80. هنا البيت ديال الابوين في 13 متر مربع، اوضه 7 متر و 7 متر في الدوش. كيمه اوضه سي و كيمه اوضه سي كاش متر 7 متر كاري فيها يعني الفيستير بلاصه ديال الحوايج فيها 7 متر. هذا البيت الاخر ديال الغرفة ديال الأطفال تايجات فيها 7.89، والبيت والبالكون اللي جا فيه فيه 6 متر. البانيو الكبير اللي سولتني عليه فيه غير 5.60 متر، داكشي علاش كتبت لكم بالكون صغير ولكن نظم مزيان شكو بان ديك بانيو شي بانيو كيتشيك بانا ديالي بوبايا بيك، يعني اما كيتشيك يعني هو صغير غير حيتاش منظم مزيان. فيستياج فيها 3 متر على 40، 3 متر و 40. بالنسبة للونتخي 6 متر كاري بروسي و 6 متر بروسي، وفي الطول عاوتاني 6 متر و 60 يعني. هذا هما الصالون والصالون الكبير فيه 27 متر فاصلة 47، ها هما مكتوب يعني. هذا هو البلان. سولتني ايضا على المدينه اللي ساكنه فيها والاسعار، يعني ان شاء الله سوريولر مرسينيتشن يعني هانك سي ده اوجوس بكادن او يورت ديشيندا فاصل ايشي ترك ويا تاشن مان كيستور بانا سوردو، يعني مرسين ناسل ان شاء الله بالي اوجوس، يعني اسطنبول اسطنبول با مرسين ده اوجوس. سولتني على الانشاءات هنايا في تركيا شنو المدينه يعني اللي يعني بالمقارنه مع اسطنبول، يعني اسطنبول بطبيعه الحال اغلى يعني. مثلا هاد الدار هادي ب 500000 ولا 600000 في اسطنبول بير مليون، يعني 500 مليون او 600 في اسطنبول بنفس الحجم بنفس المواصفات بنفس، غير اسطنبول اغلى بطبيعه الحال. السؤال الاخر حتى هو كيقول شنو الوقت اللي خدا على البني، كاش زمان يعني إذا كانوا الفلوس وكل شيء يعني جاهز هذا تاخذ لكم عام ونص. كاش كات يعني 13 طاج يعني تاخذ يعني عام ونص إذا كانوا الفلوس واجدين وكل شيء واجد بطبيعة الحال. اما بارسا كانت بارسا تبي كده وزن سرير، ولا كانوا بطبيعة الحال كتخدموا بشوية والفلوس يعني على قد هذا وكتصرف شوية بشوية طبعا الحال غادي تاخد اكثر. السؤال الثاني واللي تطرح يعني سؤال اخر اللي تطرح بزاف هو الويب سيت، يعني السيت ديال الانشاءات. ها هو راه كنت وريته لكم في الفيديو اللي داز، ها هو الايميل بوغ لي زانفورماسيون. نعاود نعطيكم هاد نعاود نوريكم لاكارت. بالنسبة لبنات الفماسين ها لادغيس نيميرو تيليفون وها الشخص اللي تقدروا تشدوا معاه بالنسبة للبازار لك. بنات اللي في تركيا راه غادي تفهموني،
والتعليق الاخر كيقول من السيده اللي الاسم يعني ديال الكونت ديالها اجمل الورود، حمامك ذكرني بحمامات الفنادق هكا كيخدموه سامبل وراقي. غنخلي لكم ميساج ديالها وشكرا بزاف على التعليق ديالك، شكرا بزاف. عايده كتسولني على سعر الشقه وموقع ديالها، يلا عطيته سعر الشقه تلقاي كل شيء في لو سيت. السيده الثانيه سولتني على الاسعار ديال الشقق، انا مشيت جبت لك موديلات يعني جبت الكتالوج باش نوريك موديلات على الشقق هنا في مرسين. تمام كيليورو ابات سولتني على الشقق بير ارتبير وايكي ارتبير يعني فيهم غرفه استوديو يعني. غادي نوريك معايا حاليا موديلات ونعطيك الاثمنه. هادو بير ارتبير وايكي ارتبير دايري، هادي حتى هي شركه معروفه ديال اوكتاي انشات معروفه هنا في تركيا. شنو نعمل فيها سكات مثلا 700,000 ليرة بير ارتبير اللي اللي هي استوديو دما بير ارتبير واحد بلس واحد هادي ب 300,000 ليرة يعني على حسب الموقع ميمكنش نعطيك واحد الثمن. يعني عندنا ثلاثة ديال البلديات اللي هما كبار وفيهم انشاءات بزاف يعني، لانه السيدة قالت لي انه الزوج ديالها من ماسين وغادي ترجع لماسين يعني على حسب البروجي. مثلا هذا مثلا تحت ستور فيه الفوق كافي فيه لاكريش يعني كاين بزاف ديال لي برودوي. هادو ستوديو لانه جا وحده للجامعه حتى هو موقع مزيان على حسب البروجي كيفاش ديرو على حسب الميتراج وعلى حسب الموقع. الموقع هو اللي كيغلي الدار ماشي الخدمه اللي في وسط الدار. يعني مثلا غنعطيك هذا مثلا بروجي في بلديه محدده، مثلا هذا في مزيتلي هذا في طوروسلار هذا في يعني شهير مثلا على حسب البلديه. يعني يقدر يكون هذا التريو اكبر مثلا هذا البروجي هذا في يعني بلوك يعني انشاءات كبار في بيزاج في لابيسين. درك نصورت لكم فيه فيديو عند صديقتي السوريه، الناس اللي مازال ما شافوش يدخلوا يشوفوا. هذا ستان بروجي كبير مثلا ها هو، ولكن البلديه اللي هو فيها يعني الارض اللي تبنى فيها ماشي قيمه ديالها عاليه، راه نتوما هادشي بطبيعه الحال عارفينه. هذا حتى هو في ماسين ولكن هذا بلديه اخرى، رغم انه فيه لاكريش فيه لا سال دو سبور وفيه ان كافي اللي هو هذا جا على لابيسين. يعني كيف ما كتشوفوا هنايا دوبليكس رغم في هاد الكونفور كامل كيف ما قلت لكم والمساحه يعني الكبار كبير، ولكن حتى شو البلديه اللي جا فيها يعني بحال يعني البلديه ديال مزيتلي يعني نفس الشيء، رغم انه يعني كبير بروجي كبير. كنت صورت لكم الداخل ثلاثه ديال الحمامات لا كريش هنا لا بيسين وكبيره يعني بالجرده ديالها. حتى من هاد هادو ديال السكي والبيكار الدراري الصغار ودوك حتى هما فكروا فيهم. هنا فيه السبور والالات فيه لاكريش فيه لاكريش بالنسبه لبغي تخلي ولدك يعني مثلا. هذا لو بروجي كنت صورتوني نيت على ديك الدار ديال صديقتي السوريه، هذه دايره 700,000 يعني دوبليكس دايرين 700,000 العاديين دايرين 500 كاين اللي ب 600,000 يا اما ايكيا ارتبير يعني جوج بلس واحد يا اما ثلاثه بلس واحد بلس واحد. وكاين وعاطينك هنا المسافه باش بعد على الساحل على المول على الهاستاني على السبيطار على الاوتوبان يعني الاوتويول وعلى واحد المول اخر. يعني كيف ما قلت لكم لي بروجي هما كثار، هادو راه معروفين حاليا في هاد المدينه هادي. هادو جو سكن يعني جامعي، انه طرحوا عليا اسئله كثار على حسب هذا هو الفنجات. طرحوا عليا اسئله كثار على حسب الانشاءات والبنيه هنا في تركيا. المدن اللي غاليه بطبيعه الحال وخا يغلاو المدن كاملين ما غاديش تبقى بحال اسطنبول، لانه يعني اسطنبول مدينه كبيره وغاده وكتكبر يعني ماشي محدوده. هادي الدخله كيف ما كتشوفوا، وهذا الشيء راه ماشي غير في الصور اولا في لو بلان كيف ما شوريتكم في الفيديوهات السابقه لو بلان ديال هاد الدار هادي اللي انا فيها دابا، ونفس الشيء اللي في الواقع. احنا مثلا هذه كاع فيها السينما وفيها الفيتنس لا سال دو سبور لتحت يعني على حسب. ها هما هاد الشيء كامل اللي فيها في الجرده يعني فيه الواي فاي فيها كل شيء كل شيء. ها هو البروجي هنا بلي يعني هذا راه سي ان بروجي غادي نوري لكم ان شاء الله فاش نكون كندير شي تور. عندي واحد صاحبتي نيت هنايا غادي نوري لكم. هادو العماره كامله غير ايكي ارتبير يعني جوج الغرف والكوزينه ولا غرفه والكوزينه، لانه هادو غير ستوديو ها هو لو بلان ديالهم.
كويزين امريكان ومحلوله على الصالون. ما يعني ما قدرش نحدد لكم الثمن. هاد اوكتاي ان شاء الله تدخلوا لها، راه شركه معروفه، هذا هو البروجي ككل. غنوريكم الموديل ثاني لانه طرحوا بزاف ديال الاسئله على الانشاءات. هادو هما الانشاءات هنايا في تركيا. هذا عاوتاني بروجي اخر، وعاوتاني كل مدينه على حسب. مثلا المدينه ديال ماسين مع كلها كتطلع على البحر وفيها اكبر ساحل في تركيا، فالديور عاليين يعني عاليين هنايا، كلشي كيبغي يطلع على البحر. ماسين كامله كتطلع يعني على البحر. ها هما هكا يعني ماسين هي هادي. انا هنايا داري حاليا حدا هاد الابراج هادو. هادي ياني شهير، يعني هذه البلديه ديال ياني شهير من اغلى البلديات يعني في ماسين. هي هادي ياني شهير بلديه سهل، لانه حداها المولات، حداها كلشي. هي البلديه يعني المركزيه في تركيا، وكلهم كيف ما كتشوفوا مع احنا عندنا الصاد في هذه المدينه، كلهم فيهم بيسين ولي صال ديال الرياضه ولي سينما بلس ديال لي بارك دو جو. هادو هاد لي كاتالوغ بالنسبه للبنات اللي في ماسين. هادو هما لي لومبليد اللي قلت لكم غادي يجيو في الكوزينه، هاكا كيجيو على طول باش تبقى تبان. بالنسبه ماسين كامله فيها البيسين، لانه حنا عندنا الصاد كيف ما قلت لكم في هذه المدينه هذه. هاد لي كاتالوغ هادو ما كيتعطاوش يعني البنات اللي في ماسين ما كيتعطاوش يعني ما كيتفرقوش يعني بحال هكا. هادو بالنسبه للناس اللي كيديروا الانشاءات والبني، فهادو كيتعطاو في دي فوار ان شاء الله. منين نكون كيكونوا دي فوار هكا في على حساب لي سيمستر، يعني في كل 3 شهور على حسابها كيكونوا دي فوار ديال الانشاءات وديال البني وديال الموبيليار. كنت صورت لكم واحد المره فوار ديال الموبيليار، كانوا من الصين، كانوا من تركيا، مدن مختلفه الناس ديال الموبيليا. وكاين ايضا دي فوا خاصين بالبني، انا كيديروا منهم في اوروبا يعني كيديروا انشاءات ديال المغرب في اوروبا. الناس اللي باغيين ياخذوا في المغرب هنا كيديروا عاوتاني دول مختلفه، المانيا، كاين بلجيكا، يعني كاين يعني كيديروا هذا الشيء. وفيهم دي تيموان صغيورين نموذجيه ان شاء الله الا مشيت راه غادي نصور لكم. وكتاخذوا هاد لي كاتالوغ يعني من تما منين كتاخذيهم، هذا كيكون فيهم غير الناس اللي يعني خاصين بالانشاءات. وبهذا الشكل هذا يعني كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى انه يكون يعني نال الاعجاب ديالكم وجاوبت يعني على الاسئله ديالكم، يعني واحد الجزء من الاسئله ديالكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. بالسلامه عليكم.